كيفية تحديد المنتج. رابع حاجة معانا اختيار المنتجات ذات الهامش الربح العالي. ما تقعدش بقى تختار منتجات طوب الأرض بيبيعها، ما تقعدش بقى يعني تختار تمور، تختار عطور، تختار ملابس. يا جماعة المنافسة في المجالات دي شديدة جدا، والناس كلها عارفة الأسعار وعارفة المنتجات وحافظينها زي أساميهم. فعايزك تفكر في حاجات هامش ربح فيها عالي، زي مثلا الاكسسوارات، زي الكفرات، الحاجات دي الهامش فيها عالي جدا. فحاول تفكر في حاجات يكون هامش ربح فيها عالي عشان تعرف تبيع وفي نفس الوقت تكسب، لان عندك من اكتر الحاجات المكلفة في التجارة الالكترونية هي مصاريف الشحن. وعندنا دلوقتي ازمة في بداية 2022، طبعا ان الصين عارفين ان هم بيأجزوا شهر يناير وبيأجزوا شهر فبراير، وعندك برضو في ازمة في الشحن العالمي. فالقصة كلها في ايه؟ القصة كلها ان انت حاول تجيب منتجات انت بتكسب فيها كويس عشان تعرف تسوقها كويس وتعرف تخدم عليها صح.